السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي طلبة التاني الابتدائي، أهلا بيكم مع يونت 3. يونت 3 بيتكلم أول درس عن المفرد والجمع. بقول هنا they are your glasses. نبص على النضارة كده، ليه قلنا عليها زي مع إنها نضارة واحدة؟ برافو، عشان في هنا عدستين، في جزئين. نفس الحكاية لو بصينا على البنطلون، بنطلون برضو مع انه حاجة واحدة الا انه مكون من رجلين، اهو في two parts، في جزئين، عشان كده بقول عليه زي. طيب هنا برضو الشوز، الشوز من فردتين، خلاص. فالحاجات ديت يا حبايبي هتعامل معاملة الجمع لانها مكونة من فردتين. They are your glasses Hannah. دي النظارة بتاعتك يا ايه يا هانا. It's my watch. ليه قلت على الساعة انها it؟ لانها حاجة واحدة. It is my watch. Thank you Miss Mona. شكرا يا ايه يا ميس مونا. طيب هنا بيقول ايه؟ They are my black boots. هو لابس ايه؟ بوت لونه اسود. البوت ده من كم فردة؟ من فردتين. برافو عليكم. ينفع اقول عليه ايت؟ لا، هعمله معاملة الجمع وهقول عليه زي. طيب هنا في عندي كام بلطو موجود هنا في متعلق في الشماعة دي؟ عندي 1 2 و 3. يبقى ما اقولش عليهم كوت واحد، لا اقول عليهم كوتس، احط في اخرهم ايه؟ اس، لان دول اكتر من واحد. طيب it is your hat. هي بتشاور على دي ايه وتقول لها دي الطاقية بتاعتك يا أميرة. It's your hat. يبقى نستخلص من القاعدة اللي فاتت دي، إن it is my، يورها مفرد، زي ما أقول it is my watch، يعني دي إيه؟ هذه ساعتي. طيب they are بحطها قبل الجمع. They are يعني هم يكونوا بلاس الإيه؟ الكلمة اللي اخرها is they are my hats، يعني دول او هؤلاء يكونوا قبعاتي. طيب يبقى لما اجي اقول الحاجة ديت بتاعتك هقول ايه؟ your. طب لو بتاعتي انا هقول my، تاني لو بتاعتك انت اقول your، انما لو بتاعتي انا اقول my. برافو عليكم. يبقى اذا احنا عندنا كلمة your دي، بصوا كده حبايبي، يور دي بتتكلم عن حاجة ملكك انت، انما ماي ها دي ملكي مين؟ ملكي انا. برافو عليك. خلاص طيب تعال نبص كده بوتس، نبص على الملابس اللي هي مكونة من جزئين واللي بتعامل معاملة المفرد. هنا بوتس، هنا جزئين، يبقى هنقول عليهم زي ار. طيب دريس، فستان، برافو عليكم، قطعة واحدة، يبقى نقول it is. نظارة من عدستين، ادي واحدة وادي التانية، ها بقول عليها glasses. برافو، دي هعملها معاملة الجمع لانها كده جزئين. عندنا hat، قبعة، حاجة واحدة، اقول عليها it. طيب coat، معطف، حاجة واحدة، اقول عليها it. shirt، shirt يعني قميص، اقول ايه عليه برضو it. watch، ساعة، اقول عليها it. clothes، ملابس، ملابس برضو هعملها معاملة الجمع عند اخرها ايه؟ اخرها اس. شايفين الاس دي حبايبي في كلمة clothes؟ نلاقي ايه؟ الاس اللي في الاخر دي اس الجمع. تعالوا يلا نقرأ ده ايه. هنا بيقول they are، طبعا قال زي حبايبي عشان دول ايه؟ جزئين. برافو عليكم. they are boots. طب يا ميس هنجيب بوتس منين؟ بص كده، بوتس يعني حذاء برقبة بنلبسه في الشتاء علشان يدفينا. they are دول ايه؟ حاجة واحدة ولا حاجتين؟ ادي حاجة ودي حاجة كمان. بس ده اسمه ايه؟ شيرت. يبقى they are shirt ولا shirts؟ برافو، شيرت اخرها اس عشان دول اكتر من واحد. الدرس قطعة واحدة، فهقول عليه it is a dress. ده اسمه ايه؟ بلطو، بلطو يعني coat، يبقى هقول it is a coat لانه مكون من حاجة واحدة.
هنا عندنا جزئين. بص كده، في جزئين اهوت، ده الايه الجلاسز، يبقى هقول it is ولا they are. برافو، شايفين they are دي هناخدها نحطها هنا، يبقى they are my glasses يعني هذه نظارتي. هنا اخر حاجة عندنا hat، يعني ايه hat؟ قبعة. احط قبلها it is، it is a hat، انها قبعة. هنا البنت دي بتقول ايه؟ they are my glasses، دي النظارة بتاعتي. wear them when I read، wear them يعني انا هلبسها لما اجي ايه اقرا، يبقى دي نظارتي بلبسها لما اجي ايه اقرا. طيب الولد ده بيقول ايه؟ it's my watch، دي الساعة بتاعتي. it's brown، لونها بني. it is my dress، ده فستاني. قلت it ليه؟ لانه حاجة واحدة. it is red، هوصف الفستان واقول عليه لونه احمر. طيب my coat is blue، البلطو بتاعي لونه ازرق. I wear it in winter، انا بلبسه في الشتاء عشان ايه؟ يدفيني. برافو. طيب عايزين دلوقتي نسأل عن العدد، بما اننا اتكلمنا عن المفرد والجمع يبقى اكيد هنسأل عن العدد. هنسأل عن العدد بايه يا حبايبي؟ بكلمة how many. بص معايا كده تاني، ها how many، كم عدد. how many يعني ايه؟ كم عدد. طيب تعالوا نشوف كم عدد ايه. نبص هنا كده حبايبي، بيقول ايه؟ how many glasses. يلا نبص هنا، عندنا كم نظارة؟ 1 2 3. في تاني؟ نبص كده في تاني؟ لا، يبقى هنا there are 3، يوجد ايه؟ 3. طيب how many dresses، عندنا كم فستان في الصورة؟ نبص كده. يلا مين شاطر يطلع فستان؟ في هنا فساتين ولا فستان؟ لا في فستان اهو. برافو، يبقى في فستان واحد، يبقى زير. اقول ار ولا ايز؟ مين بتاعت المفرد؟ ايز. برافو عليكم، يبقى زير ايز ا دريس، او زير ايز وان دريس. طيب هاو ماني كوتس، بص كده عندنا كم بلطو؟ ادي وان، ها في تاني يا حبايبي؟ لا مفيش تاني، يبقى هنقول هاو ماني كوتس، عندنا كم بلطو؟ هنقول زير is one، يوجد بلطو واحد فقط. تعالوا تحت هنا كده نبص على التدريب ده، بيقول ايه؟ listen and answer yes or no. this is my watch. هي دي watch يعني ساعة، هي دي الساعة بتاعتي؟ no، يبقى هنقول هنا ايه؟ هنقول no، لا دي مش الساعة بتاعتي. this is your hat، دي قبعة بتاعتك، يبقى هنقول أيوة yes. طب this is a shirt، ده كده shirt؟ no. طيب it's my coat، ده البلطو بتاعي؟ yes. طيب نبص على الاكسرسايز ده، it is my dress، ده فستاني، ها هنوصل اهو. it is my dress، هنوصل it is my dress. ليه قلت عليه it؟ عشان ده مكون من حاجة واحد. these are my clothes، يبقى طالما قلت these are يبقى دول اكتر من واحد، يعني دول جمع. تعالي كده نوصل، ندور فين الملابس؟ اهي الملابس. طيب it's your coat، انه البلطو بتاعك. فين الكوت؟ اهو. it's my shirt، فين القميص؟ برافو. تعالوا رتب دول، بقولك how dresses many، how على طول هيبقى وراها مين؟ many، يبقى how many وراها الاسم الجمع بتاعنا اللي هو dresses، كم عدد الفساتين. تحتها there، ها هنقول يوجد، there is، يوجد one shirt، يوجد قميص واحد.
they are زي بتاخد are يبقى they are my glasses. ده ايه؟ دي النظارة بتاعتي، بس هي عشان مكونة من عدستين فانا ايه عاملها معاملة الجمع. It is my coat. ده البلطو بتاعي. It is my coat. ده البلطو بتاعي. طيب نيجي هنا على supply، هنكمل حرف الناقص وما نعملش الحكاية دي الا لما نحفظ الكلمات. حلو جدا. عندنا كلمة coat او a، boots اتنين او، glasses اتنين s، clothes th هنا. look count and answer هنعد. هنخلي بقى حبايبنا الحلوين يعدوا ويكتبون. 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى هنكتب ايه هنا؟ 8. يعني ايه 8؟ 8 ماشي. طيب كده حبايبي يبقى احنا خلصنا جزئية المفرد والجمع، وكمان قلنا بنسأل عليهم ازاي. بنسأل بهاو ميني، وهاو ميني يأتي بعدها اسم ايه؟ اسم جمع. هاو ميني يأتي بعدها اسم جمع. تعالوا كده نشوف. بيقول in the classroom في الفصل. تعالوا نقرأ القصة دي كده. بيقول this is my school in Suez. دي مدرستي في محافظة السويس. we go to school early. بنروح المدرسة مبكرا. we sit down to our lessons. احنا بقى ايه؟ بنقعد علشان نسمع to learn our lessons، علشان ناخد الحصص بتاعتنا. we listen to our teacher. بنستمع الى معلمنا. Mrs. Hadir it is time for our art class. Mrs. Hadir دي وعاد حصة الرسم. I drew two trees. انا رسمت شجرتين. and a flower وردة. we stand up to say goodbye to our teacher. وقفنا عشان نودع المدرس بتاعنا او مدرستنا. we go home at 2.30 p.m. بنروح البيت 2:30. at 6 o'clock في الساعة 6 I do my homework. انا بعمل واجبي. طيب كلمة school مدرسة، teacher معلم، sit down يجلس، stand up يقف، go home يعود للمنزل، do homework يعمل الواجب. طيب ايه فايدة قطعة الفهم يا حبايبي؟ ان احنا بنطلع منها كلمات جديدة. الوحدة اللي فاتت كان الكلام بالنسبة للفونكس عن الصوتيات عن حرفين التي والاتش، وقلنا امثلة زي كلمة ثري وثرتين وكلمة باثروم وتيث اسنان. طيب ده بالنسبة لل TH. هنا جايب لنا حرف تاني مع ال H، هو حرف ال S. ال S يا حبايبي كل ما تيجي قبل ال H تعمل لها كده ش. تعالوا نقرأ الكلمات دي. عندنا كلمة شيب. يعني ايه شيب؟ خروف. وكمان اكتر من خروف اقول عليه شيب. يعني خروف دي للمفرد والجمع. فيش سمكة. فين الاس والاتش؟ اهي. طيب شوب. الاس والاتش فين؟ اهي. شارك سمكة القرش، اس واتش. تراش يعني قمامة، تراش. شارك سمكة قرش. شاربنر، شاربنر يعني ايه شاربنر؟ براية. طيب هنا بقى هنكمل الحرف الناقص. عجبني التمرين ده. هنبص هنا كده، يا ترى دي صورة ايه؟ شوب ولا تراش ولا شيب؟ يلا مين الشاطر اللي يقول؟ برافو شيب. تعودوا حبايبي اول ما اديك اكسرسايز هتاخدوا سكرين شوت قبل ما حله وسكرين شوت بعد ما حله، وبعدين تحاول تحل لوحدك في البيت علشان نمرن حبايبنا الصغيرين على الحل الكتير. فأول سورة معانا دي سورة الايه؟ شيب يعني خرفان. محل يعني ايه يا حبايبي؟ شوب. اوعى تحل حاجة قبل ما تحفظ. لو احنا حفظنا وجينا نحل هيطلع الحل صح مظبوط 100%.
طب برية اسمها ايه حبايبي؟ sharpener. اسمها ايه؟ sharpener. يبقى هنا سمكة فيش، شوب محل، شارك سمكة القرش، وكار عربية. طيب يا حبايبي، هنا هنتكلم عن شوية وظائف مهمة جدا في حياتنا. احنا عندنا اربع وظائف، الناس دي لو مش موجودة في حياتنا، حياتنا هتبقى صعبة جدا. طيب تعالوا نشوف لو حاجة عندنا اتكسرت مين ممكن يصلحها. كاربينتر. كاربينتر هنيجي نقسمها لحبايبي الصغيرين ثلاث مقاطع. كار الاول اللي هي عربية، وبعدين بن اللي هي قلم جاف، وبعدين تي اي ار في الاخر. يبقى كاربينتر يعني نجار، ده اللي بيعمل لنا الكراسي الخشب والترابيزات والدولاب. نيرس، نيرس يعني ممرضة اللي بتساعد الدكتور. جاردنر، الجنايني اللي بيزرع الورد ويسقي الورد عشان ما ايه ما يموتش. كلينر عامل النظافة، وده اهم واحد فيهم. تعالوا نشوف فيه ايه هنا. الجاردنر الجنايني looks after the school garden، بيهتم بحديقة المدرسة. A carpenter النجار makes tables يصنع الترابيزات and chairs for school بيعمل ترابيزات وكراسي للمدرسة. A cleaner عامل النظافة بينظف ايه؟ cleans the school، برافو بينظف المدرسة. A nurse الممرضة makes me healthy for school بتحافظ على صحتنا في المدرسة، اي حد يتعور اي حد يشتكي من حاجة جري بيروح على النيرس. طيب تعالوا نبص كده حبايبي، الدرس ده التدريب ده بيقول لك حط yes او no. she is a nurse، دي نيرس، برافو عليكو دي نيرس. he is a doctor، ده دكتور، لا. He is a gardener، ده جنايني، تعالوا نوصل. He looks after، looks after يعتني بي، the garden الحديقة، مين هنا بيعتني بالحديقة يا حبايبي؟ برافو the gardener، هنوصل ايه بدي. He makes tables، يقوم بصنع الترابيزات، مين؟ الكاربينتر، برافو نوصل. She makes me healthy، بتحافظ على صحتي، مين؟ النيرس الممرضة. He cleans the school، بينظف المدرسة، مين؟ cleaner اللي هو عامل النظافة. بعد كده حبايبي جايب كل صورة وهنكتب تحتها الوظيفة ايه؟ الوظيفة بتاعتها. ده اسمه ايه حبايبي؟ برافو gardener، ها نيرس ممرضة، ده ايه؟ كلينر عامل النظافة، وهنا جاردنر اللي بيهتم بالحديقة الجنايني. بسرعة يلا مع بعض نرتب. A carpenter النجار، ها makes tables، برافو بيصنع الترابيزات. اللي بعدها A cleaner عامل النظافة، بيعمل ايه؟ cleans the school، بينظف المدرسة. A nurse الممرضة، طيب بتعمل ايه؟ makes me healthy، a nurse makes me healthy، تجعلني او تحافظ على صحتي. اتمنى حبايبي تكونوا استفدتوا معانا في فيديو النهاردة. قابلكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. كان معاكم فاطمة البنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.